اوعى تظن في يوم من الايام انه لا خير في هذه الامه ابدا. الله تبارك وتعالى جعل الخيريه في هذه الامه. الامه دي محتاجه ايه؟ حد بس ينفض التراب ده. محتاجه حد عنده صدق، عنده اخلاص، وعنده كلام طيب يستخرج اروع ما في هذه الامه. الامه دي مرت بنكبات لا يمكن ان تتخيلها، لا يمكن. تعرف لما النبي مات صلى عليه الصلاه والسلام اصبح بعد ما كان معاه في حجه الوداع 120,000، عارف لما النبي مات عليه الصلاه والسلام ارتد الناس عن الدين حتى لم يعد يؤذن في العالم الا في 3 مساجد بس. الاسلام ضاع؟ ما ضاعش. سنه 417 القرامطه دخلوا المسجد الحرام، ووقف القرمطي بعد ما شال الحجر الأسود يقول أنا الله والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وقعد يقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، وخد الحجر الأسود قعد عنده 20 سنة مش موجود في المسجد الحرام. أين القرامطة الآن؟ ضاع الدين. القرن السابع، قبل القرن السابع أو آخر القرن الخامس، جاء الصليبيون في 9 حملات صليبية، بيت المقدس قعد 90 سنة مع النصارى، رفعت عليه الصلبان. الأمة ماتت؟ ما ماتتش. جاء التتار في القرن السابع، قتلوا في أسبوع واحد 2 مليون في بغداد، حتى أن ابن الأثير في كتاب الكامل في التاريخ هو بيكتب في الفترة دي قال ماذا أكتب؟ هل أكتب نعي الإسلام؟ أنع الإسلام يعني؟ هل مات الإسلام يا شباب؟ لما تبدأ تظن أن الإسلام سيضيع لأجل الكفار اللي هم بيحاربوا الدين، لا، اسمع ربنا قال إيه؟ شوف بقى الآية اللي تخليك كلك قوة وكلك تفاؤل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب يا شباب، الأحزاب بقى وما أدرك ما الأحزاب، الجماعة المنافقين قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان محمد بيقول لنا كنوز كسرى وقيصر، كان بيقول لنا الروم هيقعوا والفرس هيقعوا، وها نحن أحدنا لا يستطيع أن يقضي بولته. تخيل بقى قريش 10,000 مقاتل محوطين المدينة، 10,000 واحد بأسلحتهم وعتادهم، واليهود جوه أخلفوا الوعد، والمنافقين عمالين يقلبوا الدنيا. ربنا قال كده في القرآن ها وتظنون بالله الإيه؟ الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل بقى في المنظر ده كده الصحابة حتى مش لاقيين أكل ياكلوه، وهما بيحفروا الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الخندق ده حوالين المدينة، كل واحد من الصحابة ليك من الحتة دي للحتة دي، احفر وانت احفر. هما بيحفروا بقالهم 3 ليالي 3 أيام بلياليهم ما كالوش أي شيء، وبيحفروا كده جت صخرة كبيرة جدا يضربوا فيها المعاول، لا تعمل فيها المعاول. يعملوا إيه؟ راحوا للنبي يا رسول الله تعالى صخرة لا تعمل فيها المعاول. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فأخذ المعول بنفسه. خل بقى الصحابة اللي قاعدين دول والكفار حوالين المدينة بيحفر بنفسه، رفع المعول كده وقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، تلته طار. وقال ايه بقى والناس حواليه؟ الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ايه الأمل ده؟ ايه التفاؤل ده؟ ده احنا مرعوبين مش عارفين نقضي حاجتنا يا رسول الله. أعطيته مفاتيح الشام، ادي اول ضربه. الضربه الثانيه بسم الله، ضرب تلت كمان، الله اكبر، مفاتيح الشام، أعطيته مفاتيح فارس، ادي الروم وقعت، وادي كمان فارس ايه وقعت، والله اني لابصر المدائن وابصر قصرها الابيض من مكان هذا. الضربه الثالثه رفعها بسم الله، ضرب انكسرت، الله اكبر، أعطيته مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. يقين في الله عز وجل. عشان كده جماعة المنافقين قالوا إيه؟ غر هؤلاء إيه؟ دينهم. مش عندنا غرور، إحنا عندنا إيه؟ أمل في الله.
ثقة في الله، ثقة في وعده، لا نيأس لا نحبط. عشان كده أخطر شيء الكلمة المشهورة اللي غلط، يقول لك يا ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. الكلمة دي غلط على فكرة، الكلمة دي أكتر كلمة ضيعت الدعاء وضيعت مساجدنا وضيعت دعوتنا، وخلت كل واحد يقول لك يا عم مفيش أمل أصلا، تخش الجامعة أكن الناس دي هتهتدي. أه تهتدي. اسمع الحديث دوت كده، قال صلى الله عليه وسلم، أنت الأول مصدق النبي ولا مش مصدقه؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبقى على ظهر الأرض، تاني لا يبقى على إيه؟ على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. أنت مصدق؟ أنا مصدق جاية والله، الله سيتم نوره، لكن لابد من الشرط. إن حققنا الشرط الله عز وجل يأتينا بالوعد. شوف في أيام الحديبية، تخيل بقى الشروط الجائرة اللي كلها ظلم وإجحاف المسلمين، سيدنا عمر ما استحملش، دمه بيغلي. يعني إيه جلنا واحد مسلم نرجعه الكفار قريش تاني؟ يعني إيه يعني؟ سيدنا عمر مش مستوعب القصة دي، لكن ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، ده بقى واحد مليان غيظ، ألسنا على الحق؟ قال له: بلى. أليس هؤلاء عدونا على الباطل؟ قال له: بلى. قال له: أليس قتلانا في الجنة؟ قال له: بلى. أليس قتلهم في النار؟ قال: بلى. قال له: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ ليه الدنية دي؟ قال له: يا عمر، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. بس ساب النبي راح لأبو بكر برضو. يعني سيدنا عمر بقى، سيدنا عمر ده يا إخوانا لما أسلم، عشان تعرف بس كلفية عمر، عمر ده لما أسلم، يوم ما أسلم قعد يقاتل لوحده كفار قريش في مكة لوحده في قلب مكة كده. فالمهم راح لسيدنا أبو بكر قال له: يا أبا بكر، أليس هو رسول الله؟ قال له: بلى. ألسنا على الحق؟ قال له: بلى. أليس هؤلاء على الباطل؟ ألسنا على كل حاجة؟ بلى بلى. قال له: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ الصديق ما سمعش النبي، قال له إيه؟ قال له: يا عمر، هو رسول الله وليس يعصيه والله ناصره. خد بقى الرابعة دي المهمة: فاستمسك بغرزه. إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مش مسؤول عن النتائج، ربنا فالق الإصباح قادر في ليلة واحدة بس، ليلة واحدة يمكن لدينه ويفتح القلوب لدينه، قادر ولا مش قادر؟ مهما كان الظلام فالق الإصباح، أنت بقى عملت اللي عليك، استمسك بغرزه. عشان كده النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث الجميل دوت واختم بيه: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الأمر غرسا يستعملهم في طاعته. تاني الحديث: لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الأمر، في هذا الدين، غرسا يستعملهم في طاعته. أنت بقى عايزينك النهاردة تبقى أحد هذا الغرس، عايزك تبقى أنت غرس من غرس رب العالمين في هذه الأمة، بحيث الناس ترى فيك الثمرة، ترى فيك الثمر، تؤتي أكلها كل حين. إذا رؤيت ذكر الله عز وجل. لحد إمتى تبقى أنت مجرد مستهلك؟ إمتى إمتى تبقى منتج؟ إمتى تغير فيما حولك؟ صدقني والله ما أيسر هذا الدين، محتاجين بس حد يشيله، يشيله بحق ويحمله إلى الناس، سيفد الناس إليه ركبانا ووحدانا وآلافا وملايين، لأن الله تبارك وتعالى وعد: ومن أصدق من الله قيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل عنا ظلام الظالمين وظلم المجرمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.